السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتحدث عن ثمرة الصبر في بناء العلاقة بيننا وبين مؤسسات أخرى، وخاصة مؤسسات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. في الحلقة القادمة تحدثت عن مشروع البقرة اللي جاء تبرع من شاب مغربي الشيخ يوسف لنا 50,000 مارك ألماني. واليوم نتكلم عن علاقتنا مع مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كان مجال العمل الإنساني في دولة الإمارات في منتصف التسعينيات والسنين الأولى من الألفية الثانية يتميز ببحبوحة وفسحة ورغد بين العمل والحركة والعيش، وتأسست في الدولة بسم الله ما شاء الله العديد من الجمعيات والمؤسسات التي أصبح لها أدوارا مرموقة داخل الدولة وفي المحيط الدولي. وكان من عاداتي أن أتوقف في أبو ظبي أو دبي أو كلاهما أثناء زيارتي للقارة الهندية وباكستان، وكنت حريصا على زيارة مؤسسة المغفور له بإذن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأسباب، لعدة أسباب. أولا الود، زيارة الود. ثانيا عرض المشاريع. ثالثا تبادل الآراء والاقتراحات. رابعا معرفة الجديد في مجال العمل. خامسا تعزيز الثقة بيننا وبينه. واستمر هذا الحال لمدة لا تقل عن 5 أعوام، أسميها أعوام الشاي. 5 أعوام أسميها أعوام الشاي والبسكويت، وتناول الطعام الغذاء وحسن الضيافة من العاملين في المؤسسة جزاهم الله خيرا، إلى أن جاء اليوم الموعود بعد 5 أعوام. وكان حينما قدمنا لهم مشروع تمكين العائدين البوسنويين إلى قراهم من خلال تمليك الأبقار، هذا بناء على ما عملناه من قبل مع التبرع الذي أتى من الشيخ يوسف القرضاوي من الشاب في المغرب. وبعد أن اشترينا 30 بقرة ووزعناها على العائدين، وكانت تكلفة هذا المشروع في هذا العام قرابة 500,000 دولار. ولكن حدث بعد أن عرفنا الجميع ولكن حدث هذا بعد أن عرفنا الجميع وتعاطفوا معنا واحترمونا 5 سنوات. فأدخل مدير الإدارة وكان أخا سودانيا رحمة الله عليه هذا المشروع للمجلس التنفيذي، وحضر الاجتماع كل رؤساء الإدارات التنفيذية وعرض المشروع على الجميع. فانبرى أحد الرويبضات المتنطعة الجاهلة من المرجئة المعطلة المعرقلة، وقال هذا الرويبضة قولته التي قسمت ظهره فيما بعد: كيف نقرن اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باسم البقرة؟ إن في هذا إهانة له. أراد بهذا أن يكون ملكيا أكثر من الملك نفسه، فانبرى له جنديا آخر وهو أخونا السوداني رحمة الله عليه، وقال: لقد قرن المولى سبحانه وتعالى اسمه باسم البقرة، فهي ثاني سورة في القرآن وأكبر سورة في القرآن واسمها البقرة، فألجم بحجر أعجزه عن الكلام وأخرس وأخرس هذا الحجر حواسه وأسره وعقد على لسانه عقدا لا يستطيع التحلل منها أبدا. فوافق المجلس الموقر رضي الله عنهم على المشروع، واتصل بنا الأخ السوداني مهنئا ومهللا بالموافقة على أول مشروع لنا بعد استمرار زيارات المؤسسة زيارتنا المؤسسة 5 سنوات. الصبر، الدرس المستفاد من هنا: الصبر، الجلد، التواصل، الاستبار، التحلي بالخلق الكريم، بناء الثقة، بناء الجسور مع العاملين والتلطف إليهم، جعل العلاقة بين العاملين علاقة حب ومودة ومصلحة عامة وليس نفعا شخصيا، وفي الأخير الإلهام والتوفيق الذي أنزله المولى سبحانه وتعالى على أخينا السوداني كي ينطقه الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف بهذه المقولة: ليمنحنا الله هذه المنحة المباركة. وكذلك نتذكر في هذا الله سبحانه وتعالى حينما أنتق الرديع لبراءة يوسف عليه السلام من الاعتداء على امرأة العزيز: اللهم اغفر لأخينا لقد مات صغيرا في بعد ذلك السوداني واجعل مثواه الجنة. والدرس هنا الصبر وحسن المعاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.